الجهه كنسجلوها مجموعه 5324 كيلومتر في اطار يعني البرمجه عندنا 700 سؤال. ميدانيه ديال واحد العدد ديال الوزراء اللي هما حاضرين معنا اليوم في هذه الزياره ديال هذا الاقليم الشريف والاقليم الكبير اللي اليوم كنتدشنوا بعد واحد العدد ديال الانجازات اللي قامت بهم الحكومه، منهم هذا المستشفى ديال القوم، منهم يعني ديسبونسير اللي كاين مستوصف اللي كاين كذلك في الرشيديه. حنا هنا موجودين في ارفود، تعطات الانطلاقه وتوقعات اتفاقيات اللي هي جد مهمه اللي كتهم المستشفى الجامعي وكذلك يعني لا فاكولتي ديال الطب اللي غادي يقراو فيها ولاد المنطقه ولاد الرشيديه باش ان شاء الله يكونوا اطباء ويقدروا يشتغلوا يعني في هاد لي زانفراستركتور اللي كاينين اليوم. فكذلك مشاريع مهمه اللي وقف عليها السيد وزير التجهيز ديال التوسعه ديال الطرق وبرنامج ديال الطرق، مشاريع مهمه ديال السقي وديال اعاده الهيكله ديال الواحات اللي وقف عليها السيد يعني وزير الفلاحه، يعني كلها مع لا فاكولتي ديال الطب اللي وقف عليها السيد الوزير، ولا المستشفيات اللي دشناهم اليوم السيد الوزير، هذه كتبين كتبرهن اولا على الاهميه ديال الاقليم ديال الرشيديه بالنسبه لسيدنا، بالنسبه للبلاد، بالنسبه لهذا. وهذو مشاريع اوليه وان شاء الله يكون المزيد والمزيد لهذه المنطقه اللي هي في الحقيقه كتستاهل كل خير.